نعم، تفضلي. هيا يا بونا، أهلا يا بنتي. أهلا بوسك. أنا كنت عايزة أسأل سؤال، هو ساعات الواحد بيكون نفسه يصلي ويتمتع بربنا ومشتاق للقعدة مع ربنا، وبعض أحيان يحس لأ ما مش ماليش نفسي، لأ أنا حاسس بملل. والسؤال التاني، بعض أحيان تتعامل مع الناس تلاقي الأسلوب يعني صعب جدا، بشخيط بزعيق بعصبية بأسلوب صعب، بيبقى جوانا صراع مش عارفين نتعامل معاهم بقى الطريقة بالطريقة بتاعتهم ولا بطريقة ربنا، ويقولوا علينا مثلا احنا ضعفة وغلابة ومش عارفة ايه ودوس علينا، فالواحد بيبقى جواه صراع مش عارف يتعامل مع الناس دي ازاي. شكرا شكرا يا يا أستاذ بنتي، شكرا. بصي الأول، حتى لو في أيام مفيش نفس أوي للصلاة، تصوري لو واحد ملوش نفس للأكل كذا يوم، مع صحته هتروح مش كده؟ وعاوز مناعة، لازم ياكل كويس. فاحنا ساعات ناكل من غير نفس بس مقتنعين إن الأكل مفيد. تعالي نعمل كده في الحياة الروحية. لو صاحية مالكيش نفس تصلي، لا اقعدي حيلي نفسك وقولي يا نفسي أنا محتاجة المزمور ده، محتاجة أقف قدام ربنا لحسن الشيطان يبهدلني النهاردة، محتاجة لأني خاف أبعد عنه يبقى اليوم كله عكرة. فتبقي أنت بتقنعي نفسك أنا محتاجة أصلي حتى لو ماليش نفس، محتاجة أقرأ الإنجيل لأن كلمة ربنا بتنظفني بتغسل قلبي، فأنا محتاجة الإنجيل حتى لو ملياش مزاج. يبقى الواحد ما يمشيش في الأمور الروحية بالمزاج، يمشي بالتغصب أو بالإيه؟ بإقناع النفس. الواحد بيقنع نفسه، يا نفسي أنت محتاج، أنت مريضة ومحتاجة. سؤالك التاني، لو حوالينا ناس طباعهم صعبة، طبعا الكتاب واضح لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. يبقى أنا ما ردش على الزعيق بزعيق والشتيمة بشتيمة، هروح النار؟ لا. هضيع أبديتي؟ لا. أنا هطلب من ربنا النعمة زي ما اتفقنا الليلة، يا رب اديني نعمة، نعمة عشان أبقى شبهك وأعمل زيك، ما أنت مصدر كل نعمة. طب قول لي أتعامل إزاي مع الراجل الصعب ده بقى؟ هنا لما تصلي كتير هتجدي نعمة فعلا، ولما تجدي نعمة تفاجئ إن اللي حواليك هم نفسهم بيتغيروا عشان خاطرك، لأن كلمة نعمة كمان أحد مفاهيمها تجدي نعمة في عينين اللي حواليك فيبتدوا يقدروك أكتر. الوديع يرث الأرض، يورث الأرض يعني إيه؟ يعني يخلي كل اللي حواليه يحبوه ويرضوا عليه. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. فاللي شبه المسيح بيكسب الناس، وبطريقته الحلوة الهادية الطيبة البشوشة اللطيفة اللي معاها صبر وطولة بال هنكسب، بس يمكن تاخد وقت طويل شوي. هلا تفضلي. قبل الايادي يا ابونا، اهلا يا بنتي، ربنا يخلي قصتك لينا وللكنيسه.